الدكتور بسام شماع المؤرخ وعالم المصريات، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طبعا انا كل ما بقابل عالم اثار او دكتور في الاثار او اي حد ليه علاقه بالاثار بيرفض انه يعترف بفكره العلاقه بين الجن او الجان والاثر، مع ان هم يعلموا تماما ان في ناس بتستعين بشيوخ او بناس بشيوخ دجالين بيعملوا في الحاجات دي لما بيقعدوا ينقبوا عن اثار او يفتحوا مقابر او كده. سؤالي لحضرتك قبل ما نتكلم عن الولد، هل هناك علاقه بين الجن والفراعنه؟ بصي، حتى زمان من 7000 سنه؟ اتفضلي. مصر القديم بالنسبه لي انا على مدار 38 سنه بقرا تاريخ وبلف في معابد ومقابر مصر، انا بعمل بحاجه اسمها الدليل على ارض الواقع. يعني انا ممكن اسمع قصص كتير، ممكن اشوف حالات كتير، ناس تتصل بيا، نبقى في المعابد، نبقى في المقابر، نقعد مع بعض كزملاء. احنا بنقابل اجانب كتير في شغلنا ومصريين كتير وناس جوه عايشه جنب الاثار، كل الحاجات دي. على ارض الواقع شفت بعينيا، ابدا اعمل رياكشن او رد الفعل بتاعي. ابدا اطلع في التاريخ حصل ايه. اما اللي اسمع، عشان كده الحاله بتاعت النهارده دي جذبتني الحقيقه. يعني لا يعني هل على حيطانهم على كده كان في اي اثار ان هو بيتكلموا عن الاسحار او الجن او التعاويذ او الحاجات دي؟ بالنسبه للجان وبالنسبه لذكر الجان او الملائكه او كده لا، لكن بالنسبه للتعاويذ وبالنسبه ل عندنا حاجه اسمها اللي هي الفورمولز، اللي هي الجمل اللي بتبقى مكتوبه على الجدران، اللي هو آمن، هو المصري القديم اعتقد في المقبرة أنها ستحول هذا المنظر إلى حقيقة. يعني مثلا منظره هو وهو رايح حقول الفردوس مثلا، يعني منظر مرسوم، هو عايز المنظر ده يتحقق، فيروح كاتب جنبيها تعويذة أو جاي كاتب جنبيها نص مصر اللي احنا بنسميها بقى في العلم النص المصري القديم، وبالتالي يضمن أن هذه المقولات اللي هو أطلق عليها المقولات السحرية أنها سوف تحول هذا المنظر إلى حقيقة. بس التعويذة دي أسحار، هو بالنسبة له هو لكن أنا شخصيا قصدي إن هو موضوع السحر ده كان قائم عندهم، هو كان يعني حاطط يعني ما هو أنت عارفة اللي هو فكرة السحر وفكرة إن هو بيسحر العيون ما بيسحرش الحاجة الحقيقية. حضرتك عارفة طبعا القصة بتاعة ثعبان سيدنا موسى عليه السلام وكده، فسحر العينين يعني، لكن أو تحويل العين يعني. لكن الحقيقه انا هقول لحضرتك ليه انا يعني مقدر الكيس او الحاله اللي حضرتك جايباها النهارده، لان نمره واحد انا لا اوبخ هذا الشاب ولا اقول انه يعني يقول اشياء وكذا، دي نمره واحد لازم نحترم هو بيقول ايه. الحاجات اللي مكتوبه على جسمه دي ليها معنى؟ عشان كده بقى انا بقول لحضرتك لو حضرتك بصيتي هتلاقي فيه الرسمه على هيئه طائر، على هيئة رأس طائر، جسم إنسان وماسك عصاية، والطائر دوت أبي منجل اللي هو المنقار بتاعه طويل ومتني. لو تقدروا تنزلوها، دي رسمة لمعبود أسطوري مصر قديم اسمه جحوتي. جحوتي ده كان معبود الحكمة، عشان كده عندنا ملك اسمه جحوتي مس اللي هو احنا نسميه دلوقتي تحتمس. أوكي، طبعا تسمية تحتمس تسمية خاطئة يعني. فجحوتي ده مرسوم على جلده، لما حضراتكم بعتوا لي الصور امبارح والنهارده بالظبط، بس ده مرسوم بحرفيه يعني، مش جدا مش مرسوم عادي يعني. لا 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 لا، عشان كده انا بقول لك انا مش هوبخ. فده حاجه من الاثنين، ده حد شافف، وانا راجل بقول لحضرتك بقى انا بشرح جحوتي ده بقى لي 38 سنه. يعني المعبود ده معبود محبوب في مصر القديمه. انت قصدك شافف ورقه مفرغها وعاملها على جسمه وعامل معاه. يعني ولذلك احنا هنقول في الاخر احنا لازم نروح نشوف دكتور جلديه ولازم نروح نشوف دكتور نفسيه، الاثنين مع بعض. لكن انا هقول لحضرتك ان في رسمه ثانيه على هيئه انسان وراس صقر، لو انتوا انا مش قدامي تلفزيون فلو انتوا بتنزلوا الصور دي. بننزل. والصقر لابس التيجان بتاعت مصر القديمه. والراس راس صقر، دي رسمة 10/10 بامتياز، يعني لو دخلني في امتحان هديله 10/10 في الهيروغليفي أو في الرسمة يعني. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، تعالي بقى على الجمل. على الجمل المكتوبة بالهيروغليفية، الكتابات، الرموز. الكتابة يا أستاذ مدني. يعني مثلا في رسمة عبارة عن بايب طويلة كده أنبوبة طويلة وآخرها في دايرة. دي متكررة 4-5 مرات، هو راسمها أربع أو يعني مرسومة 4-5 مرات. كويس؟ جنب بعض مكررة نفسها بالظبط.
دي هو مقرب مقرب، هو ياخد 4 من 10 لكن هو يقرب بس على اسم نفرتيتي. بس انا هقول لحضرتك حاجه، هو حتى لو راسمها لو ما تتعملش غير بموس مثلا، يعني حتى لو شاففها يعني ما تتعملش مؤلمه جدا، فده احنا لازم هنا دكتور نفساني. ما هي تعوير، اوكي تعوير مؤلمه جدا. ازاي بقى بتروح خلاص، ازاي بقى احنا نعمل؟ لا لا هقول لحضرتك حاجه ثانيه، لو انا برسم لنفسي ومتالم هعملها بالحرفيه والدقه دي، الا يعني. لو الا لو انا عامل حاجه جوه جسمي تشيل الالم كمان. ليه هيعمل كده؟ ليه يعمل كده ليه بقى؟ دي بقى كلمه الدكتور النفسي. طب هقول لحضرتك حاجه، الحاجه لا انا 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 مش الرسومات اللي قلقاني. طيب اي مش محتاجه دكتوره جلديه، لما الرسومات دي هتترسم بالموس على جسمي لما تمشي لازم تسيب اثر. صح. طب احنا خلينا الاعداد عندنا يشوفوا مفيش اثر حضرتك. طيب احنا عايزين بقى، علشان كده بقول لك ليه دكتور جلديه، عشان في دكتور جلديه هيراقب لما يظهروا ويبدا يتابع هذا الشاب لحد لما يختفوا. طيب يعني انت هو اصل صعب قوي اكلم رجل علم. لا 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 ابدا، انا يقول لي ان ممكن يبقى سبب روحاني، هيبقى مستحيل. لا 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 بص يا فندم، انا بقول لحضرتك انا في الاول قلت لسيادتك انا لا اوبخ ولا اقول كذا، لكن انا اتعامل مع ارض الواقع. أيوة. وانا قلت للاستاذ عند حضرتك قبل ما نخش على الهواء امبارح والنهارده، لما جينا النهارده قرينا بقى وشفت الصور وطلعت موضوع ان تحت القفة يعني تحت الباك بتاع الهاد كده لحد فوق شويه، فوق القاعده بشويه، مفيش ولا كلمه مكتوبه. قصدك ان الحاجات اللي بتتكتب على الظهر؟ طب كلموه يا جماعه اسالوه عنده دي الحته دي الحته الصعبه اللي لايده ما يقدرش يوصل لها. يعني الحته اللي تحت القفا لحد اخر هيروغليفيه هو كاتبها في نص ظهره. أوكي. نص ظهره ده ممكن يوصل له. ما انا قلت كده، هيحط مرايه. ولذلك لو بصيتي كويس حضرتك في الظهر، في الرسومات بتاعت الظهر، هتلاقيها رضيئه. ده بيقول لك الكتابات رضيئه ده بيحكي ان من وهو في سته ابتدائي بيستعينوا بيه في موضوع الاثار وكده. ما هو انا بقول لحضرتك انت مش ملاحظه معايا كده بالعلم وبالمنطق، بلاش يا ستي الهيروغليفي. خلينا بالمنطق، انت مش شايفه ان جحوتي وحورس ونفرتيتي وكل الاسماء دي والعنخ اللي مكتوبه في صدره دي اللي على هيئه عنخ اللي هو بيسموه خطا مفتاح الحياه، والقطه اللي عند الصره بتاعته. انا بحكي مع حضرتك بالذكرى لان انا مش قدامي تلفزيون. احنا جايبين الصوره حضرتك بتقول عليها كلها. تمام يا فندم، كل ده معموله بحرفيه زي ما حضرتك بتقول. أيوه. الا الحته اللي في الظهر تحت دي رضيئه جدا لانه مش مالك. مش مالك زي ما هو مالك بطنه. لا بس هي اللي في الظهر تحت مش هيملكها خالص. لا يملكها، حضرتك حط ايدك كده تحت كده على الجنب هتلاقي نفسك بتملكيها بسهوله جدا جدا. بسهوله قوي. وخصوصا لو انت حاطط مرايه يا فندم واعملي كده بايد حضرتك كده اهو، هتجيبي الجنب الجنب ده بمنتهى البساطه. اوكي. حطيتي مرايه عملت بس الرسمه رضيئه. والتفسير منطقي جدا. مش نفس، بصي يا فندم، مش نفس الكواليتي. مش نفس الكواليتي والكفاءه بتاعه انا بقول لك جحوتي ادي له 10 من 10 في امتحان المصري القديم. بس تصدق برافو على حضرتك انك لاحظت حاجه كده. انا يعني وانا قلت في الاول، في يعني الاول قلت برضو كده ان هو مش راسم في حتت سهل ان الواحد يرسم برافو لنفسه. عليك. ما انا لما دخلوني على الهواء سمعت حضرتك في المقدمه بتقولي الجمله دي فانبسطت. طب هل ممكن تفسير نفسي ولا ممكن يكون ده بيزنس؟ انت عارفه انا عايز اعمل ايه مع الشاب ده؟ انا عايز اقابله. يا ريت. يعني مره كده يجي كده اشربه على الهواء. ماشي. نعمل مره كده ونقابله. بس لو تسمحوا نقابله، انا اقابله بعد لو يسمح. لو هو بيسمعني دلوقتي، بص يا حبيبي انت زي ابني الصغير او زي اخويا الصغير، انا بس هنصحك انت واهلك لو تسمح تابع من اول يوم ظهور، من اول يوم ظهور الهيروغليفيه او النقش المصري القديم، اجري على اكبر دكتور عندك في القريه او في البلد له علاقه بالطب الجلدي، ولو ما عندكش نمر تليفوني في الكنترول انا اوديك لقريبي دكتور كبير جلد في البلد. بس هو هيقول ايه الدكتور؟ هيتابع معاه اشراف من اول ظهور المصري القديم ونقوشاته على جسمه حتى تنتهي ولا تترك ندبه. هيقدم لي تقرير، التقرير الطبي ده انا هجيله بيه وهقابله قدامك على الهواء. طيب بالنسبه لان هو بقى بيعرف هيروغليفي كويس قوي وبيتكلمه. ده ايه؟
انا عايز اسمعه وهو بيتكلمه يا فندم. طيب اوكي، فلو في حضرتك تسجيل هتفهم. ليه المره اللي جايه انا على استعداد ان انا طب اسمعه. خلاص، يبقى احنا انا بشكر حضرتك جدا.